شوي كمان. السلام عليكم، معكم أمين من شركة جولدن ديدكتر في أبو ظبي، الشركة المختصة بأجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من جهاز الانفينيو برو، اللي بإذن الله طبعا احنا خلصنا بالجزء الأول كل شيء بخص الأوضاع الصوتية وبرمجة وإعدادات الجهاز والمعايرة الأرضية. بهذا الفيديو بإذن الله كمان رح نحكي ونشرح كل شيء بيتعلق بالتصوير الأرضي ثلاثي الأبعاد في جهاز الانفينيو عن طريق سنسر الإبتو اللي مرفق مع الجهاز. الطريقة الصحيحة لتركيب السنسر ومعايرته، برمجة الأوضاع في التصوير وعملية التصوير ثلاثي الأبعاد بحد ذاتها، وأيضا طريقة تحليل الصور بحيث نأخذ نحن جميع المعلومات اللي بتفيدنا وبنحتاجها من الصورة، سواء كان عمق الهدف، نوع الهدف، أو الشكل الهندسي وموقع الهدف بالتحديد. طبعا أيضا رح نشرح ونحكي عن الشغلة المهمة جدا وبتيجي عليها استفسارات وأسئلة بشكل كبير، واللي هي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، متى وكيف نحن ممكن نستخدمها وكيف ايضا ممكن نحن نستفيد منها بجهاز الانفينيو. هذا كله ان شاء الله رح نتناوله بالتفصيل بهذا الفيديو. مشاهدة طيبة وخليكم معنا. حاليا عندنا هاي الشاشة الخاصة بالأنظمة الصوتية الموجودة بجهاز الانفينيو، لما نحن نشغل الابتو سنسر تتغير هاي الشاشة بشكل كامل. خلينا نحن نشوف نشغل، نروح على الاوبشنز او اعدادات الجهاز ونروح على المستشعر الابتو ونخليها تشغيل، بعدين نحط باك ونستنى شوي. حاليا هاي الشاشة اللي بتظهر لما نحن نشغل الابتو سنسر، هاي الدلالات الموجودة هون عندنا طبعا نفس الموجودة كانت بالأنظمة الصوتية، هاي الأرقام الخاصة بالأرقام التعريفية بالتوب، هاي الألوان أيضا الخاصة بالأرقام التعريفية بالأهداف عفوا، عندنا هون الرقمين هاي الخاصة أيضا بالمعايرة الأرضية نفس ما حكينا، واللي لازم يكونوا الرقمين بيساووا بعض بعد ما نعمل المعايرة الأرضية. عندنا هاي بنسبة المعدن المغناطيسية الموجودة بالتربة، أيضا نفس الموضوع، كل ما زادت بتأثر تأثير سلبي على الجهاز، ولكن هذا الموضوع مش بإيدنا، الموضوع هذا بيخص التربة اللي احنا شغالين فيها. طبعا هاي احنا عندنا المنطقة اللي احنا شغالين فيها، هاي أبعاد المنطقة من 0 ل 200 سنتيمتر مترين. طبعا بامكاننا نحن ايضا نعمل زوم اوت مشان شو نحن نكبر المنطقه اللي حنشتغل فيها، هيك صار عندنا 3 امتار ب3 امتار. طبعا هذا القرص تبعنا لما نحن نشغل، نكون مشغلين الابتو سنسر وعم نعمل البحث باستخدام الابتو سنسر، هذا القرص راح يتحرك، الموجود بالشاشه راح يتحرك نفس التحرك الحقيقي اللي احنا عم نحرك فيه الابتو سنسر. هذا البار اللي على اليسار بيعطيك الارتفاع المثالي اللي لازم يكون عليه القرص اثناء عمليه المسح. طبعا نحن هذا الخط الاخضر اللي لازم نخلي عليه الارتفاع القرص، طبعا هذا ايضا راح نشرحه، ولازم طبعا نحافظ عليه دائما، نحاول نحافظ عليه اثناء عمليه المسح. عندنا هون البار اللي على اليمين هذا خاص بعمق الهدف الملتقط، طبعا نفس الاشعارات الجهاز فشل الوايرلس هون، الاشعارات طبعا ممكن ايضا نحن نلغيها عن طريق زر الانفو بهذا الشكل، بيلتغوا جميع الاشعارات اللي كانت موجوده. ممكن ايضا نحن نعمل زوم او نحن نصغر الشاشه لقد ما بدنا حتى نحن نكبر المنطقه اللي نحن شغالين فيها، ايضا بنفس الوقت نحن ممكن نكبر او نعمل زوم ان او نكبر الصوره بحيث انه نحن نشوف تفاصيل ادق. هاي كانت الشاشه. طبعا حاليا راح افرجيكم كيف نحن نركب الابتو سنسر بشكل الصحيح، وايضا كيف نعمل له معايره قبل ما نبدا عمليه المسح. حاليا راح افرجيكم كيف نحن راح نركب الابتو سنسر بالشكل الصحيح ونعمل له المعايره قبل ما نبدا عمليه المسح ثلاثي الابعاد. اول شيء عندنا شغلتين احنا لازم نهتم فيهم ونركز فيهم. اول شيء نحن عندنا الكيبل الخاص بالابتو سنسر، نوصله بمقبض الجهاز من هذا المكان الموجود هون. بعدين عندنا شغلة أيضا لازم نحن نهتم فيها، هي الخطوط الحمراء والزرقاء الموجودة على الجهاز. طبعا بداية الخط الأحمر هذا بدل أنه نحن لما نركب أو نستخدم القرص الصغير أو القرص المتوسط اللي بقياس 40 سنتيمتر، لازم نخلي الخطين الأحمر الموجودين على الجهاز وعلى السنسر الإبتو نخليهم متوازيين بهذا الشكل. لما نحب نحن نركب القرص الكبير اللي بقياس 56 سنتيمتر، لازم نفك هذا المفتاح الموجود هون ونركب الإبتو سنسر بهذا المكان، بعدين نخلي الخط الأزرق الموجود على الابتو سنسر موازي للخط الازرق الموجود بمقبض الجهاز. طيب حاليا نحن مركبين الخط الاحمر، خلينه موازي مع الخط الاحمر الموجود بالمقبض، بعدين منشد الابتو مشان ما يتحرك اثناء عمليه البحث بهذا الشكل. طيب حاليا نحن مركبينه وجاهز الابتو سنسر. شغله ثانيه طبعا نحن بامكاننا
حتى نعمل له معايره بشكل صحيح. اول شيء نحن ممكن نخلي الجهاز نفس عمليه الجراوند بالانسنج، نعمل عمليه الجراوند بالانسنج او المعايره الارضيه، بعدين نخلي القرص موازي للارض بهذا الشكل، وبعدين نعمل عمليه المعايره او نعمل عمليه تركيب لسنسر الابتو بهذا الشكل. طبعا نحن حاليا جاهزين وعاملين له عمليه التركيب والخطين الاحمر متوازيين بشكل صحيح. طبعا هذا كله حتى نخلي الابتو سنسر مجال الاستكشاف او مجال الرؤيه للابتو سنسر واضح بشكل كامل، بحيث ما في اي شيء بيعيق عمليه الرؤيه للابتو سنسر او مستشعر الابتو اعدادات. بعدين بنروح لاي وضع عن طريق السيتنج، بنروح لاي الاوض كل الاوضاع. طبعا حاليا كل الاوضاع شغاله بما فيهم الشذوذ الارضي والفراغات. طبعا هذا الوضع نحن حكينا عليه ما بيشتغل الا في حال نحن مشغلين الابتو سنسر. طيب نحن نفس ما نحن ملاحظين لكل الاوضاع بيزيد عليهم اعداد معين، وهو اللي هو معاييره المستشعر. طيب حاليا انا مثلا بدي استخدم الوضع المتخصص في وضع البحث، بعدين بنزل على معاييره المستشعر اخر خيار، بعدين الجهاز بيحكي لي خلي القرص على سطح مستقيم، وبعدين اضغط اوكي. حاليا نحن بنحط القرص على سطح مستقيم، طبعا بيظهر هذا الصوت نتيجه الحمل الزائد على الجهاز. نضغط اوكي، الجهاز بيبدا معايره المستشعر الابتو سنسر. طيب هذا الشكل. طبعا الجهاز حاليا عم ياخذ اشارات جدا خاطئه بسبب وجود تيارات كهربائيه ومغناطيسيه بهذا المكان بشكل كبير جدا، فبالتالي الاشارات بتكون جدا خاطئه. طبعا نفس ما هو ظاهر كم هي جاسبر، نفس ما هو ظاهر هذا العمق الجهاز المطلوب اللي هو بيكون عند الاخضر. لما نرفع نحن الجهاز بهذا الشكل، شوف نحن العمق حاليا نحن 19 سنتيمتر، وهذا بيكون خطأ، نحن بدنا اياه تقريبا تحت عن 9 وال10 سنتيمتر، هذا هو الشكل الصحيح. طبعا هاي الاشارات كلها خاطئه بسبب نفس ما حكينا وجود التيارات الكهربائيه والمغناطيسيه بشكل كبير. طبعا كمان شغله ايضا اخرى، نحن مثلا بدنا نشيل جميع هاي الاهداف الموجوده على الشاشه الرئيسيه، بنضغط على زر كلير الموجود على المقبض بهذا الشكل، بنضغط ضغطه مطوله او زر كبسه طويله عليه بشكل هذا الشكل. طبعا حاليا نفس ما نحن نشوف على الشاشة الرئيسية راحوا جميع الأهداف اللي نحن كان أخذها الجهاز طبعا، وأيضا هذا نفس ما حكينا هو عمق الهدف اللي نحن أخذناه. طيب حاليا نحن بدنا نبدأ عملية التصوير ثلاثي الأبعاد، نأخذ الجهاز بهذا الشكل أيضا وبنبدأ عملية تصوير ثلاثي الأبعاد بضغط مرة واحدة زر الإسكان الموجود في المقبض، مرة واحدة بنكبسها. طبعا نفس ما احنا شايفين على الشاشة، شو ذا جاسبر ذا سكرين، نفس ما احنا شايفين على الشاشة تغيرت للشاشة الخاصة بالمسح الأرضي ثلاثي الأبعاد. بعدين بنحط نحن زر الكلير، بنكبس على زر الكلير كبسة طويلة حتى يتسنتر القرص بالنصف الشاشة، ونكون نحن جاهزين لعملية البحث. بعدين لما نكون جاهزين 100% بنضغط على زر الإسكان كبسة طويلة عليه، وبعدين نبدأ عملية البحث وتحريك القرص بشكل يعني يكون هندسي وبشكل خفيف، انه ما نكون مستعجلين بشكل بطيء جدا بهذا الشكل. طبعا نفس ما هو ظاهر ايضا على الشاشه، شوف حركات القرص اللي احنا عم نحرك فيها القرص كلها ظاهره على الشاشه بشكل جدا دقيق، والجهاز عم يعطينا كيف انت عم تحرك القرص على الحقيقه بهذا الشكل. طبعا الجهاز حاليا ما عم يلتقط اي معدن، هو التقط معدن غير ثمين مثل ما هو واضح. اعتقد راحت الاشاره، طبعا بتكون اشاره خاطئه نتيجه للتيارات الكهربائيه. بهذا الشكل احنا عملنا مسح لهذه المنطقة مثلا. بعدين بنشيل ايدنا عن زر الاسكان، بعدين بنضغط زر الاوكي الموجود في المقبض، بيطلع لنا الجهاز انه جاري معالجة البيانات. وهاي هي الصورة اللي احنا اخذناها، طبعا الصورة فاضية ما فيها اي نوع من المعادن، اولا لانه احنا مخففين الحساسية بشكل كبير، لانه هاي المكان اللي نحن فيه ما بيصير نحن نعلي الحساسية. وثانيا طبعا نفس ما حكينا، طبعا وجود يعني اشارات خاطئه بشكل كبير، وايضا معادن واشارات كهربائيه ومغناطيسيه. طيب نرجع لوضع ايضا اللي هو الكافيتي او وضع الكهوف او الفراغات الموجود، واللي هو بيشتغل فقط على الابتو سنسر. نرجع على الوضع، بعدين بنختار وضع الشذوذ الارضي والفراغ، بعدين بنروح على معايره المستشعر، بنحط الجهاز بشكل موازي على سطح مستقيم ونخليه بهذا الشكل، بعدين نضغط اوكي. الجهاز لازم طبعا نحن نعيد عملية معايرة مستشعر الابتو كل ما نغير نظام البحث. طيب حاليا نحن القرص مستشعر، نحن في هذا الوضع، طبعا هذا الوضع
طبعا هاي الاشارات المستمره، هذا الصوت المستمر نتيجه الحمل الزائد على الجهاز. حاليا نحن حتى نستخدم هذا الوضع بشكل صحيح نفس ما هو ظاهر هاي الرساله انه اعاده ضبط الارتفاع حتى نرفع الخرص بشكل كبير لحتى نحن نوصل هذا الارتفاع الموجود عندنا في الشاشه، هذا هو ال 40 سنتيمتر، بعدين نضغط على التريجر او الزر الموجود في مقبض الجهاز بهذا الشكل، نضغط عليه مره واحده بهذا الشكل، بعدين ننزل لتحت بهذا الشكل، نضغط مرة ثانية لازم نرجع نعمل عملية إعادة ضبط الارتفاع، نرفع القرص لغاية ما يوصل لأقصى حد موجود في الشاشة، ونضغط على الزر الموجود في مقبض الجهاز نفسه هو واضح، ضغطنا على الزر بعدين ننزل لتحت لغاية الارتفاع الأخضر، بنرجع مرة ثانية نضغط على الزر، حاليا نعمل عمل ضبط للارتفاع، ولكن نفس ما حكينا هذا حاليا الجهاز عم بيعمل عليه حمل زائد كبير جدا من عملية الإشارات الكهربائية. طبعا هذا الوضع يعني دائما هو المفروض يكون ساكت، بس نفس ما حكينا حاليا نحن هذه الإشارات خاطئة، لازم الوضع هذا بيكون صامت، ما في أي إشارات، ما في أي أصوات، بس بيعطيك إشارات بالألوان، الإشارات الزرقاء والفضية طبعا بتكون للفراغات والكهوف، وأيضا بيعطينا إشارات الحمراء للمعادن. طيب حاليا نحن حنعمل عملية مسح باستخدام وضع الإكسبرت حتى نحن نجرب نحلل الصور ثلاثية الأبعاد، كيف نحن طريقة التحليل وكيف نأخذ منها المعلومات، وأيضا كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي. طيب حاليا رح ننتقل على وضع الإكسبرت، نحن شو ده نروح على وضع المتخصص، حاول نخفف الحساسيه شوي، حاليا احنا يعني حاطينه اقل شيء، نرفع شوي الحد تحت الحد الادنى حتى بحيث انه شو نرفع التمييز، عمليه التمييز حتى تخف عنا كل هاي الاشارات الغير صحيحه. طيب حاليا نحن معايره المستشعر بنحطه على مكان مستقيم نفس هاي، بنحط اوكي، بعدين الجهاز بيبدا عمليه معايره مستشعر الابتو بهذا الشكل، اول ما يخلص نحن بنشيله، بعدين طبعا كل هاي الاشارات بنشيلها عن طريق زر الاوكي الموجود في زر الكلير الموجود في المقبض الجهاز بهذا الشكل. حاليا الجهاز نحن تحركنا شوي، بدنا نعيد انتصاف الجهاز، ممكن نضغط على كلمه تريس او الموجوده بلوحه المفاتيح حتى نحن نغير جهه البحث، بحيث انه نحن مثلا الجهاز غير جهته ونحن ممكن نغير جهتنا معه بهذا الشكل. ايضا بامكاننا نضغط نفس ما حكيت على زر كلير الموجود في المقبض الجهاز، كبسه مطوله عليه حتى يرجع سنتره الجهاز ويشيل كل الاهداف اللي اخذناها. طيب حاليا حنعمل نحن مسحه ثلاثيه الابعاد ونشوف نحاول نحللها بالطريقه الصحيحه. طبعا اول شيء نحن بنشيل هذا الهدف اللي اخذه الجهاز، بعدين بنكبس كبسه واحده على سكان بهذا الشكل، بتظهر عنا هاي الشاشة، بعدين حتى نبدأ عملية المسح بنضغط زر مطول على سكان وبنبدأ التحريك ونحن كابسين على السكان بهذا الشكل. الجهاز يبدو انه استكشف من نوع من انواع المعادن. شو ذي الجاسبة؟ بهذا الشكل دائما طبعا نحن بنحاول بعملية المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد نحافظ على ارتفاع القرص المطلوب، وأيضا نحافظ على موضوع أنه يكون القرص موازي لسطح الأرض. حاليا نحن خلصنا، بنشيل إيدنا من على زر الإسكان، بعدين بنضغط أوكي، بيعطينا الجهاز أنه جاري معالجة البيانات. هاي الصورة اللي التقطها الجهاز بهذا الشكل، طبعا نحن عندنا حاليا هاي الصورة اللي أخذها، نفس ما حكينا الصورة غالبا بتكون إشاراتها خاطئة لأنه وجود الجهاز بأماكن مغلقة، بأماكن تحتوي على تيارات كهربائية وتيارات مغناطيسية بشكل كبير، هذا كله بيأثر سلبا على الجهاز. طبعا حاليا راح أفرجيكم كيف نحن بنحلل الصورة اللي عندنا إياها وكيف بناخذ منها المعلومات وبنستخدم الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي. طيب حاليا هاي شاشة الصورة اللي نحن اخذناها، هاي بتكون الشاشة عندنا موجودة عندنا بهذا الشكل. طبعا نحن بنضغط على زر سيتنج الموجود بلوحة المفاتيح حتى يطلع لنا المعلومات الخاصة بالصورة. هون عندنا اللي على اليسار
اول شيء الوقت والتاريخ اللي اخذنا فيه الصوره، الوضع اللي كنا عم نستخدمه، التردد اللي ايضا اللي كنا محددينه، وايضا نوع القرص وايضا دقه الصوره. طبعا ايضا هون عندنا الدايمنشنز او الابعاد الصوره، هذا كله 80 سنتيمتر وهذا كله 60 سنتيمتر. انت بامكانك تعرف ابعاد الهدف، تنزل من هون تشوف كم مثلا هون عندنا من هذا الهدف من هاي النقطه لهاي النقطه تقريبا 20 سنتيمتر، ولكن نفس ما حكينا هذا الهدف خاطئ وغير صحيح. ننتقل ايضا للبار الموجود على اليمين، هذا البار خاص بقوة الإشارة. طبعا هاي قوة الإشارة بتعني قوة المعدن، وهذا أيضا يعني أنه هل هو معدن ثمين أو لا. طبعا نفس ما شايفين نحن كل ما زادت قوة الإشارة بيزيد احمرار اللون. طبعا قوة الإشارة يعني هذا معدن ثمين، لما تزيد قوة الإشارة ما يكون اللون أحمر بشكل كبير بيكون هذا معدن ثمين، إذا كانت طبعا الصورة ملتقطة بشكل صحيح وبالمكان الصحيح وبالمعايرة الأرضية الصحيحة. طبعا الأصفر هذا دائما بيدل على أنه هذا مع يعني معدن بيكون أو معدن غير ثمين او حديد او الى اخره يعني من هذا الموضوع. ايضا عندنا الفضي او السيلفر الموجود، هذا كله مكان فاضي ما في اي شيء او اي اهداف. عندنا ايضا هذا البار كله موجود هون، احنا بامكاننا نلغي كل هاي الموجوده عن طريق زر الانفورميشن الموجود لوحه المفاتيح بهذا الشكل، وايضا بامكاننا نحرك الصوره ونلفها بهذا الشكل عن طريق الاسهم الموجوده بلوحه المفاتيح، نلف الصوره لغايه ما نحن نشوف بدنا نشوفها بطريقه معينه حتى نشوف مثلا ابعاد الصوره من السايد فيو او من المقطع الجانبي. ممكن نشوف ابعاد الصوره، ايضا ممكن نحن نعمل تكبير للصوره او زوم ان عن طريق ايضا زر الزوم ان الموجود بلوحه المفاتيح. ايضا في زر البان روتيت اللي حكيت عليه انا بالفيديو السابق، ممكن نكبس عليه بعدين نبدا نحرك بهاي الشكل، نحن بنحرك الحوض بشكل كامل يعني عن طريق الاسهم بنصير نحن بنحرك الحوض بشكل كامل بهذا الشكل. لما نرجع نكبس مره ثانيه على البان روتيت، نرجع نحرك بالاسهم، الصوره راح تبدا الدوران بهذا الشكل على جميع المحاور. طبعا ايضا مثلا نحن ممكن نعمل زوم ان على هدف معين حتى نشوف تفاصيل الهدف بهذا الشكل. طبعا حاليا نفس ما حكينا الصوره غير صحيحه، ولكن في بعض لما يكون الصوره صحيحه بيكون عندك انت هذا البار الموجود في اعلى الشاشه بيعطيك الانديكيتورز او بيعطيك التفاصيل على شو انواع المعادن وشو بالالوان. مثلا عند التربه والصخور باللون الابيض، بعدين الاحمر غير ثمين والاصفر ذهب، وهكذا يعني الاخضر بيكون ثمين والمعادن الثمينه للاخضر. طيب حاليا نحن حنرجع مثلا نعمل زوم اوت، خلينا نصغر الصوره ونلف الصوره شوي نشوفها من المقطع العلوي بهذا الشكل، نعمل تصغير زوم ان للصوره، بنرجع نكبس على كلمه انفورميشن بيطلعوا المعلومات مره ثانيه عنا. طبعا هون نحن ابعاد الصوره اخذناها من الصوره عنا. ايضا لما نضغط على زر الاوكي الموجود في الصوره بينتقل الى الاهداف اللي موجوده في الصوره، بينتقل المؤشر الاهداف الموجوده بالصوره نفس ما هو واضح عنا. هذا الموجود هون الاي دي الاي دي للهدف هذا هو كان 50 الاي دي. طبعا هذا الرقم التعريفي للهدف الملتقط هون، الهدف الملتقط هذا الاي دي تبعه 50، بالتالي هو معدن غير ثمين. اذا كان طبعا الصوره يعني حقيقيه او صوره صحيحه بيكون معدن غير ثمين تحت ال 50. عندنا ايضا الدي 29 سنتيمتر واللي هي الدبث او العمق، عمق هذا الهدف هو 29 سنتيمتر. بنضغط اوكي مره ثانيه بنتقل على هدف اخر موجود في نفس الصوره، عندنا الاي دي لهذا الهدف هو 47 ايضا معدن غير ثمين، عندنا العمق تبعه 29 سنتيمتر. بنضغط اوكي مره ثانيه بيعطينا نقطه البدايه، بدايه المسح ونقطه النهايه، نحن بدانا من هاي النقطه، بنضغط اوكي وانتهينا عند هاي النقطه، وهاي كانت تحركات قرص البحث اثناء عمليه المسح. طيب هيك بنكون نحن اخذنا المعلومات اللي بتخص الهدف او ابعاد الهدف، عمق الهدف، جميع هاي المعلومات. ايضا بننتقل حاليا للشغله المهمه جدا واللي هي الذكاء الاصطناعي، وكيف نحن ممكن ندرب الجهاز او نحكي له انه انت كانت هون اشارتك خاطئه، فبالتالي مره ثانيه لما نواجه نفس هاي الاهداف حاول تكون اشارتك او معالجتك للبيانات صحيحه. بننتقل بهذا الموضوع عن طريق زر السيتنج الموجود بلوحه المفاتيح، عفوا ننتقل لزر بيكون طبعا بهذا الشكل، بننتقل عن طريق زر السيتنج الموجود بلوحه المفاتيح بيطلع لنا هاي الاشاره. عندنا ايضا هون نحن خيارات رسوم ال 3 دي على اليسار على يسار الشاشه، هاي عمليه مستوى الاشاره او عمليه مستوى الاشاره. هون بيكون في عندنا نحن خمس درجات، طبعا الدرجه الاولى او الدرجه بتبلش من صفر، درجه صفر هاي بتكون بدون اي معالجه للصوره، بعدين كل ما نزيد طبعا الجهاز بيبدا يعمل معالجه للصوره وبتزيد يعني دقه الصوره.
وبتزيد ايضا الاشياء الموجوده في الصوره، لكن نحن دائما بيكون اربعه وخمسه عندنا عمليه الاشاره، الاربعه والخمسه هي الاشارات القابله انه اللي هي او اللي هي اللي بتعلم فيها الجهاز. طبعا حاليا مثلا نحن كيف بدنا نعرف نعلم الجهاز ولا لا؟ حاليا ممكن نحن ننتقل على اربعه، على الإشارة رقم أربعة، ونشوف نحن كيف الهدف عنا، كيف الصورة عنا. بعدين ننتقل مرة ثانية على رقم ثلاثة ونشوف هل الهدف تغير بشكل كبير، هل كان في طبعا أبعاد الهدف تغيرت، الأهداف الموجودة أهداف اختفت أو أهداف ظهرت جديدة تغيرت ولا لا. طبعا حاليا نحن نشوف رقم أربعة بهذا الشكل، طبعا هذا هو الصورة اللي أخذينها نحن. ننتقل لرقم ثلاثة، طبعا أيضا الصورة ما تغيرت يعني بشكل كبير أو حتى ما تغيرت أبدا، يعني ما كان في تغير ملحوظ نحن مننا انه ممكن نحكي لا والله الصورة مختلفة، لكن بهاي الحال نحن الصورة عندنا اياها مش مختلفة. لكن في حال انه كان عندنا نحن الصورة رقم ثلاثة او مستوى الاشارة ثلاثة مختلفة جدا عن اربعة وخمسة، هون نحن لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي للجهاز ونعلم الجهاز ونحكي للجهاز انه مرة ثانية حاول انت يكون عندك الاشارات صحيحة واكثر دقة من هذا اللي انت اعطيتني حاليا. طبعا بهاي الحال نحن بنروح على مثلا رقم اربعة او رقم خمسة ما بيفرق عنا، بنختار رقم أربعة، بعدين بننزل لتحت وبنحط عند الهدف. طبعا هاي عند الهدف بيحكي لك انت اي هدف اللي لاحظت فيه اختلاف او اللي كان عندك فيه مشكلة. الهدف طبعا لما يكون في عندك اكثر من هدف بنفس الصورة الجهاز بيسألك انت اي هدف بتحب تدرب الجهاز عليه. طبعا نحن حاليا مثلا خلينا نحط رقم الهدف رقم واحد، ولكن حاليا ما عندنا اهداف هون نحن ابدا، الصورة طالع عندنا انه ما عندنا اهداف ابدا، فبالتالي نحن ما حنحسن نعمل تأكيد للتعلم. ولكن في حال انه كان عندنا اهداف بالصورة بالتالي ممكن نحن نختار اي هدف نحن بدنا اياه، بدنا الجهاز ياخذ انه يتعلم منه، رح نختار مثلا رقم واحد، بعدين ننزل نحط تعلم ونضغط اوكي على تعلم، بالتالي الجهاز رح يعطيك انه نفس انه لودينج او تستنى شوي لبين ما الجهاز ياخذ المعلومات اللي انت اعطيته اياها، مشان في حال مرة تانية انت واجهت نفس هاي المشكلة تكون معالجة البيانات من الجهاز افضل. بالتالي هاي الشغلة اللي احنا حكينا عليها واللي ميزت الانفينيو برو اللي خليته تقريبا الاول في العالم كجهاز ذكي، جهاز كشف معادن وذهب ذكي، لانه بيستخدم هاي الخاصيه اللي من خلالها انت ممكن تدربه وتعلمه انه في حال مرات مع الاستخدام ومع الوقت يكون الجهاز نتائجه افضل من هذا الشكل. طيب حاليا رح ننتقل لاخر نقطه مهمه بخصوص جهاز الانفينيو برو اللي هو وضع البين بوينتر او تحديد نقطه الصفر للهدف اللي عندنا. طبعا البين بوينتر وضع بيشبه اوضاع اللي بدون حركه اللي هي وضع الاساسي والمتخصص، فبالتالي ما رح يشتغل معك على الاوضاع اللي بدون حركه. البين بوينتر بيشتغل فقط على الاوضاع اللي ما حركه واللي هو كل المعادن والعميق والوضع السريع. حاليا نحن مختارين نفس ما هو ظاهر عندنا وضع كل المعادن وعاملين الاعدادات رافعين حساسيه لاقصى درجه ممكن لانه ما في اي مشاكل. طبعا نفس ما هو ظاهر هاي الاشارات الظاهره عندنا الاشارات العشوائيه والخاطئه هاي كلها طبعا نفس ما حكينا الوجود معادن كثير عندنا نحن حاليا في المكان هذا، هاي كله اشارات صغيره بتدل على معادن او اشارات خاطئه. طبعا لما نمرر من عليه اسواره الذهب راح يعطينا اشاره مميزه واشاره اكبر بكثير على انه هاي اشاره صحيحه وهذا نوع الهدف نوع هدف او معدن ثمين لانه اللون اخضر وايضا في شوي اصفرار، فبالتالي هذا معدن ثمين. طبعا البين بوينتر بنشغله نحن من هذا الزر الموجود خلف المقبض، بنسحب الزر بشكل يعني بكبسه مطوله عليه بيطلع لنا هذا الشريط او تحديد دقيق شريط احمر. طبعا حاليا نحن لما نكبس هذا الزر بيطلع مره ثانيه، بنمرر القرص على الهدف اللي عندنا اياه بهذا الشكل بيعطينا اعلى صوت عند وجود الهدف على القرص مباشره بهذا الشكل. هجربه من وراء الحاجز اللي عندنا اياه. وايضا ابعد شوي كمان. بهذا الشكل، طبعا هذا كان البين بوينتر الوضع الاخير الموجود بالجهاز. طبعا هو من الاوضاع الصوتيه من الانظمه الصوتيه الموجوده بالانفينيو، بالتالي طبعا نحن ممكن نستخدمه قبل استخدام المسح الارضي حتى نعرف يعني تقريبيا وين موجود الهدف بشكل دقيق. هذا كان جهاز الانفينيو، بتمنى ان يكون شرحت كامل التفاصيل بشكل كافي، وان شاء الله في كل الاستفسارات والاسئله نكون جاوبنا عليها بهذا الجزئين من جهاز الانفينيو. لاي استفسارات ثانيه بخصوص جهاز الانفينيو او اي جهاز اخر بامكانكم تتواصلوا معنا بالارقام الموجوده بالشاشه او تزوروا موقعنا الالكتروني. شكرا على المشاهده ويعطيكم الف عافيه.